في اخفاقات قبل ما نختم هذا الحوار. خلصنا خلصنا الحوار بس لازم اسال الدكتور. تفضل استاذ ممدوح. بدلا من انه نناقش المسائل الاجرائيه ودي هتناقش في المشروع وممكن كلنا نشارك فيها, انا عايز اواصل بسرعه جدا. تفضل. المصريين اللي بره خصوصا اللي موجودين في الاتحاد الاوروبي وفي الامريكتين وغيره في الاماكن البعيده دي, دول مستقرين غير العمال اللي بتروح وترجع, دول لهم اجيال ابنائهم واحفادهم ويتواجدون هناك, ويجي تعديل الدستور يحرق. انا مش على قد التصويت فقط, انا تألمت جدا من استبعاد المصريين على اساس الجنسيه المزدوجه, هذه افكار اصبحت مهجوره. احنا عايزين نربطهم ببلدهم فعلا من كل الوجوه, هم سفراء لبلدهم ولحضارتهم وكذا. فانا بكرر سعادتي بهذا, وبكرر سعادتي ايضا بانه اخوي نبيل العربي ده دفعتي, فاي يعني اطناب في ويستحق هذا واكثر, فانا اعتبر انه ده منعكس علي انا ايضا. نتمنى ان الحق يرجع قريب. بس يعني عايزه بس اقول انه معانا الدكتور خالد, الحقيقه هو المحامي اللي كان المحامي المصري في قضيه مروه الشربيني. ما ينفعش نختم الحوار ويكون معانا على الهواء وما نسالوش يعني اخر حاجه تمت وايه اللي حصل ليها في المانيا من تكريم. اولا يعني الله يرحم مروه الشربيني والعزاء ليها ولاسرتها مره ثالثه ورابعه. مروه الشربيني اسرتها يعني رفضت تماما اي تعويض مادي, واما عن القاتل الجاني فقد تلقى اقصى عقوبه ممكنه في القضاء الالماني وفي القضاء الاوروبي. اما عن باقي المتهمين الذين يعني نعتقد انهم ضالعين في هذه التهمه فنحن مصممون على مقاضتهم امام المحاكم الاوروبيه وليست المحاكم الالمانيه, وهذه هي الخطوه التاليه التي نستعد لها الان. احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم الاستاذ الدكتور خالد ابو بكر, وبنشكر حضرتك استاذ ممدوح قناوي, وشكر خاص مني لدعم حضرتك في بدايه حوارك لينا كوجوه جديده في مصر النهارده, برغم ان في بعض والله انا سعيد جدا عدم الدعم بهذه الوقت. لا وبعدين حاجات مبشره يعني, لا بركه, ومش عايز اقول حاجات اكتر. اشكرك يا فندم. شكرا استاذ ممدوح. بس في اخر كلمه اتفضل. المواطن المصري لم يكن يعني كان مواطنا من الدرجة الثانية داخل بلد, واحنا دعوتنا في حزبنا مواطن حر في وطن حر. الآن المواطن المصري زي ما قال ابننا سيكون حرا داخل بلده وخارجه ومرتبط ببلده, هو والأجيال من أبنائه والأجيال الثاني والثالث وما إلى نهاية. شكرا. شكرا لحضرتك. احنا الفقرة اللي جاية هنتكلم عن استقبال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لسفير اثيوبيا في القاهرة وشكل العلاقة بين البلدين في الفترة اللي جاية, وهيكون معانا الأستاذ يحيى غانم مدير تحرير الأهرام. خليكم معانا بعد الفاصل.